فشعرنا بديك الشعر. أهلا وسهلا. شعرنا بديك ما الحمد لله أنا فرحان بزاف بهذا التتويج التتويج بتاع التتويج. فكما شفتوا عندنا بطولتين في البيت المستهلي وسلمهم بطولتين ديال بطولة عام. الشرف جيتي ليه فصراحة فماشي عام ولا عامين يمكن لك توجد بطل بطل خصو خلى 7 ولا 8 سنوات فاشتغلنا تقنا في المقدورات ديال سفيان وربي ما خيبناش الحمد لله انتم شفتوا النتيجة بطولتين اولمبيتين وبطولتين عالميتين. كنبغي نشكر الجميع وعلى اصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى اللي ساندونا في المشروع. شكرا جزيلا.